العهدة الثانية للرئيس قيس سعيد، هذا ملفنا في الجزء الثاني من محطات مغاربية. أزمة سياسية، استحقاق اجتماعي ووضع اقتصادي خانق، ولكن الرئيس قيس سعيد تقريبا حافظ على نفس السردية، حافظ على نفس الرواية للأحداث ونفس المقاربة للمعالجة. كيف نتبين أو نستكشف الخارطة السياسية للرئيس قيس سعيد في عهدته الثانية؟ أبرز عناوينها، وأيضا هل هناك ملامح فعلا من أجل تهدئة واحتواء الأزمات؟ ولكن قبل ذلك، يوم الاثنين الماضي كان هناك أداء القسم اليمين الدستوري للرئيس قيس سعيد في عهدته الثانية، وكان له كلمة أمام البرلمان، أمام أعضاء البرلمان، نتابع مقتطف منها. أن قرار تجميد أعمال البرلمان السيء الذكر آنذاك لم يكن يعلم به أحد على الإطلاق، كما يدعي البعض، بل كان قرارا أملته المسؤولية الوطنية التاريخية. لم يكن الأمر هينا ولا يسيرا، كانت المخاطر جسيمة، كمن يمشي في حقل مليء بالألغام، وكانت فلول المنظومة التي بقيت منتشرة في عديد المؤسسات كالأفاعي منتشرة في كل مكان، تسمع فحيحها حتى وإن لم تكن تراها. هذا فضلا عن الخيانات ومحاولات تأجيج الأوضاع بكل الطرق. وقد يقول قائل لا يعرف كل الحقائق أن هناك بعض تأخر، لكنه ليس تأخرا بل كان تأنيا. وآخر توافق إجرامي هو محاولة إدخال البلاد في صراع شرعيات وإدخال تونس في أتون اقتتال داخلي وتقسيمها إلى مجموعة من المقاطعات. والحمد لله تعالى أن تداعى النواب فأسقطوا المخططات التي كان عملاء الصهيونية العالمية وأعضاء المحافل الماسونية رسموها، وحددوا حتى الموعد بهدف تحقيقها. أن الشعب التونسي آل على نفسه أن يعبر، وقد عبر، وآل على نفسه أن يواصل حرب التحرير الوطني لتخليص البلاد من هذه الفلول ومن هذه الزواحف السامة والأفاعي. معنا من العاصمة الفرنسية باريس الدكتورة سهام بادي، الوزيرة السابقة والناشطة السياسية. دكتورة سهام، أهلا بك. أهلا وسهلا أستاذة الدكتورة سهام. يعني أكيد كنت تستمعين واستمعت إلى خطاب الرئيس قيس سعيد في البرلمان. يعني أنا حاولت أن المقتطف هذا تقريبا يلخص، وليس غريب عن الرئيس قيس سعيد، كان تحدث منذ زمان عن الصواريخ والمنصات والكيميائي، والآن واصل في نفس السردية. الجميع كان ينتظر شيء آخر، هل فوجئتي أنت كنت تنتظرين شيء آخر أم اعتبرت أنه شيء طبيعي، هذا مسار طبيعي ويواصل فيه الرئيس قيس سعيد؟ هو الشيء من مأتاه لا يستغرب، فبالتالي لا يمكن أن يغير من نهجه ومن خطابه ومن أسلوبه. فبالتالي قيس سعيد وقد منح عهدة ثانية يكرر نفس يعني خطاب التهديد والوعيد، وأنه يرى المؤامرة في كل زاوية في كل بيت مع كل نفس معارض،
وبالتالي حتى التسميات يعني تسميات بغيضة، يتحدثوا عن الأفاعي ويتحدثوا على السموم ويتحدثوا يعني على المخاطر التي تهدد البلاد بنعوت وصفات حادة جدا. حتى أننا نلاحظ البودي لانجوج يعني يخطب ويتكلم اليدين والوجه ونبرات الصوت، يعني كلها ليست خطاب إنسان منح عهدة ثانية. عادة الرئيس حين ينتصر فإن خطابه يكون جامع لأنه يصبح رئيس كل التونسيين المعارضة وغير المعارضة، وهذا كل رئيس يعني بعد انتخابه من جديد يكون هناك خطاب فيه شيء من التهدئة للأوضاع وشيء من لم الشتات، وباعتبار أنه يعتبر رئيس للجميع. هذا لا نراه في هذا الخطاب، بل فيه تهديد ووعيد وفيه يعني أسوأ النعوت للمخالفين. هو في نهاية الأمر ينعت بأبشع الصفات المعارضة في كل الديمقراطيات. يجب أن نقبل بأن هناك رأي ورأي مخالف، هناك من يرى غير ما يرى الحكام وغير ما يرى الرؤساء، وبالتالي يختلفون معهم ويناظرون من أجل أفكارهم، وبالتالي هذا في كل الديمقراطيات العريقة لا يمثل أي خطر. هو يرى في أنه أي نفس معارض أو أي خطاب معارض لما هو سائد ولما يريده أن يكون يعتبر تآمر ويعتبر فيه إزعاج للأمن الوطني ويعتبر خطر داهم يهدد البلاد، وبالتالي هذه تعلة بالطبع لغلق مقرات الأحزاب، لوضع النشطاء السياسيين في السجون، لمحاكمتهم بملفات فارغة، للتضييق على نشطاء المجتمع المدني، لمصادرة الحريات في وسائل التواصل الاجتماعي وفي وسائل التعبير الأخرى المتاحة، وما عدد المساجين نساء ورجالا شبابا كهولا وشيوخا يقضعون الآن في السجون من جراء أفكارهم بالطبع التي ترى غير ما يرى قيس سعيد. وهو لا يمكن بحال من الأحوال أن يقبل بهكذا معارضة، لأنه هو يسير في نهج استبدادي، في نهج الحكم الواحد، في نهج السيطرة التامة على كل المؤسسات وعلى كل السلطات، وكل من يخرج على ذلك فهو مارق وهو خطر وهو أفعى يبث سمومه في البلاد. وهو عميل للصهيونية والمحافل الماسونية، يعني توصيفات نوعا ما حتى غريبة على المعجم السياسي في تونس. يعني المعجم السياسي في تونس لأكثر من 50 سنة كان نادرا، حتى بورقيبة مع معارضيها وبن علي لم يكن يستعمل مثل هكذا مفردات محافل ماسونية وعملاء للصهيونية. يعني هو غريب الحقيقة. ولكن أنا أعود فقط لسؤال آخر، وأنت قريبة حتى كنت في فترة معينة داخل المطبخ السياسي في تونس كوزيرة. يعني الحديث الآن عن حكومة في اتجاه الرئيس قيس سعيد وخطابه في اتجاه آخر، وهناك المؤسسة الأمنية تشتغل على الملفات مع المؤسسة القضائية في اتجاه آخر. يعني وكأن الحكم في تونس تفرق بين جهات وليس كما يهيئ لنا بأنه متمركز في يد الرئيس. المهم الآن هو العبرة بالنتائج. النتائج الآن هو استبداد، هو تضييق على الحريات، هو مصادرة للآراء الحرة، هو منع من السفر، هو خطاب تخوين. المهم العبرة بالنتائج، ليس المهم من يدير قوانين اللعبة أو من يحرك هذه الدماء من وراء الستار، ولكن المهم الآن أن البلاد تذهب في نهج وتذهب يعني في مسار استبدادي وفي تدهور اقتصادي، حتى أن التصنيف اليوم لتونس هو D4، وبالتالي هذا يمنع على تونس ويفوت عليها فرص الاستثمار وفرص نهوض اقتصادي، بل يجعلها عرضة للإفلاس وعرضة لمزيد من التفقير ومزيد من التهميش، وأن تصبح الطبقة الفقيرة أكثر فقراً وأن تصبح الطبقة المتوسطة طبقة فقيرة. وبالتالي نحن ما يهمنا هو الآن الوضع هذا السيء التي تعيشه البلاد والمستقبل الذي هو يغيب فيه الأمل ويغيب فيه البرنامج ويغيب فيه الفكرة، وليست هناك أي وعي استراتيجي يمكن أن يعطينا ما هو الحل وما هو البديل. قيس سعيد خطابه هو دائما شعبوي، يعطي كلام للشعب لمن أجل استرضائه،
لا أكثر من ذلك، ليس هناك أي تقييم للخمس سنوات الفارطة، ماذا أنجز، ماذا حقق في عهدته، والحال أنه يتمتع بكل الصلاحيات، وما يمكن أن ينجز في المستقبل، وما هي برامجه في المستقبل، سواء كان على في المستقبل القريب أو في المستقبل البعيد. يعني ليست هناك رؤية، الرؤية تبقى ضبابية فقط. معركته الحقيقية ليست مع الفقر، معركته ليست مع الجهل، معركته ليست مع هذا التدهور الاقتصادي والاجتماعي، معركته مع خصوم وهميين يعتبر أنهم هم الخطر الحقيقي على الدولة، وأنه يرى أنه بوضعهم في السجن لم يتغير أي شيء. يعني كان يتصور أنهم هم وراء كل المصائب التي تعيشها البلاد، ولكن الآن وهم في قبضته، الآن وهم في السجون، هل تغير شيء في تونس؟ طيب هل المقدرة الشرعية؟ دكتورة سهام، في هذه النقطة مهمة جداً، يعني البعض يقول بأن يوم 6 أكتوبر الماضي ليس قيس سعيد من انتصر، بل المعارضة من انهزمت، لأنه بالعودة لقراءة الأرقام لا يمكن اعتبار حسب تحليلات البعض بأن هذه الأرقام تقول بأن قيس سعيد انتصر، أو خيار قيس سعيد، أو خيار ما يعرف ب 25 جويلية، ولكن المعارضة انهزمت. وأنا دعني أعود معك للمشهد، مشهد المعارضة، عندما المشهد حتى في الأسماء، نبقى مع الأسماء حتى المشاهد يكون صورة أقرب، أسماء مثل دكتور مصطفى مرزوقي الرئيس السابق، راشد الغنوشي الموجود الآن في السجن، أحمد نجيب الشابي أو البقية الموجودين الآن في السجن، عصام الشابي أو غيره من الرفاق في السجن، أيضا حمى الهمامي، يعني أسماء وازنة، أسماء بصدق كانت ترعب بن علي مثلا، أسماء كان بن علي يعني يحذر منها، يتحرك معها بحذر شديد جدا. هذه الأسماء الآن لو تجتمع، البعض يقول لو تجتمع هي تقدر لوحدها أن تغير المشهد، أن تقلب الطاولة. لماذا هذه المعارضة لحد الآن مشتتة رغم أنها تلتقي تقريبا في نفس المقاربات؟ المعارضة اليوم لا ننسى أن مقراتها مغلقة، أن قياداتها في السجون، أن السيد مصطفى المرزوقي متحاكم لأكثر من 8 سنوات سجن، أنه من تجرأ على قيس سعيد ترشح ضده اليوم محاكم بأكثر من 12 سنة، أن هناك حالة من التخويف للشعب، يعني من أجل الخروج للشوارع والالتقاء. أنتم ترون هذه المحاكمات يعني غير العادلة، وهذه المصادرة في المنع من السفر، وما يمكن أن يقوم به قيس سعيد ضد خصومه. يعني للأسف أن تونس عاد إليها الخوف من جديد، وعادت إليها الحسابات الشخصية من جديد. فاليوم هؤلاء المناضلين الذين يعني ذكرتهم بالأسماء، أمضوا أعمارهم في يعني في النضال، منهم من هو في السجن، ومنهم من هو حرية مصادرة داخل البلاد مسجون في سجن أكبر، ومنهم من هو خارج البلاد ليس له أي علاقة بالداخل باعتبار أنه لا يمكن الدخول والعودة إلى البلاد خوفا من بطب يعني ومن ملاحقة قيس سعيد. وبالتالي المعارضة بالطبع الآن نجح قيس سعيد في ضربها، في تشتيتها، في تفريقها، في منع كل إمكانية الالتقاء والتلاقي، ولكن برغم هذا الجهود متواصلة والأمل موجود، وهناك مبادرات عديدة، وهناك أكثر من منبر للحوار وللالتقاء، ولكن نحن رأينا بالتجربة أن هؤلاء يقودون بالفكرة ويقودون بالرأي ويقودون بالطبع، يحركون الشعر بتعرية الواقع وبخلق حالة من الوعي السياسي داخل البلاد، ولكن هذا لا يكفي. ما يمكن أن يغير حقيقة ليست فقط أن نخب معزولة على الهامش ومعزولة على الشارع الاجتماعي، ما يمكن أن يغير للأسف هنا حين تكون هناك بطون جائعة لم يعد أمامها أي حل، الذين يلقون بأنفسهم الآن في قوارب الموت، يعني خوفا من مزيد من الفقر ومزيد من الجوع، إذا وصل بهم الحد هؤلاء فهم من يحركون الشارع، وهم من يقلبون المعادلة بالطبع بقيادة نعم أو لا تحت راية هذه النخب النشطة اليوم. ولكن بالطبع هذه اللحظة لا تأتي بسهولة ولا تأتي يعني حين الطلب، نحن لا ننزل على الزر لنخرج هؤلاء إلى الشوارع، ولكن حين تكون اللحظة جاهزة يلتحم الشارع الاجتماعي بالشارع السياسي، وتلتحم الفكرة المناهضة للاستبداد بالبطون الجائعة، ومعا يخلقون قوة
يمكن أن تقلب المعادلات مثل ما يقع في جل الثورات، ولكن النخب وحدها معزولة على الشارع ومعطولة على التأثير في الوعي الجمعي يبقى فعلها محدود ويبقى بالطبع تأثيرها محدود. طيب. دكتورة سيام، أنا دعني أعود معك إلى فترة من فترات، ممكن ترد على التليفون لا مشكلة، أعود معك لفترة خطيرة في تاريخ تونس الحديث 2006. كنا نتذكر في 2006 حادثة سليمان، مجموعة من الشباب وصفوا بأنهم منضمين تحت لواء القاعدة في المغرب الإسلامي، مجموعة وصفت بأنها من الإسلام المتطرف إلى آخره. هناك الآن هذه المجموعة نشأت في بيئة أوجدها بن علي، بيئة من القمع، بيئة من الاستبداد. نشأت هذه المجموعة أو مجموعة أو تيار وشريحة مما يعرف بالإسلام الجهادي. الآن هناك خوف آخر أيضا في تونس، أنه بن علي أنشأ إرهابيه، الآن خوف بأن هذه المرحلة ستنشأ إرهابيها، لأن هذا القمع والاستبداد حسب رأيك وحسب رأي العديد لن يوجد إلا بيئة حاضنة لتيارات إرهابية. هل هذا تخوف حاضر عندك دكتورة وأنت المتابعة بتفاصيل الشأن التونسي؟ الأكيد أن القمع والاستبداد لا يمكن أن يأتي منه الخير، يعني نحن لا يمكن أن نملك ما يمكن أن تكون عليه نتيجة، يعني هؤلاء الذين تصدر حرياتهم يزيدوا تفقيرهم، هؤلاء الذين يسجنوا أباءهم الذي ذنبا اقترفوه، هذه الحالة يعني من مصادرة الجيب والعقل يعني. فبالتالي لا يمكن أن نتحكم في استتباعاتها، وربما من يمكن أن يحرك في لحظة ما الجماعات الإرهابية أو غيرها. نحن لا نتمنى ذلك طبعا لبلادنا، يعني تونس تعودت على السلمية وعلى أن لا تستنفذ كل الحلول السلمية التي في جعبتها، سواء كان من طرف النخبة أو من طرف المواطن العادي. ولكن إذا واصل قيس سعيد يعني في دفع الناس إلى مزيد من التحقير والتهميش ولا يقدم لهم البديل والبرامج، هل أن البلاد تسير فيما لا يحمد عقباه؟ هذا بالطبع لا نملك ناصيته اليوم، ولكن بالطبع نحن لا نتمناه أبدا. طيب دكتورة، أختم معك في نظرة على الأقل، حاول نفتح أفق بقعة ضوء في هذا المشهد التونسي، فيه كثير من الألم، مشهد مأزوم. ولكن عندما نشاهد هذا الحراك الشبابي خاصة قبل 6 أكتوبر وشبكة الحريات، وأيضا الحراك بمجموعة من الشباب من تيارات مختلفة، خلفيات أيضا متنوعة، ألا ترى بأن هناك جيل جديد في تونس من السياسيين يصنع أو ينشأ بطريقة مختلفة عن جيلكم؟ يعني أتصور نعم، كما نحن وجدنا في لحظة ما زمن بن علي وزمن بورقيبة، النخب أولا هي في نفسها تحتاج إلى أن تقيم أنفسها وأن تجدد طريقة فعلها اليوم. يعني ربما العديد منها استنفدت مجهوداتها وأصبح عليها أيضا أن تراجع نفسها دون جلد الذات طبعا، لأنها قدمت الكثير طبعاً في فترة النضال. ولكن هؤلاء الشباب اللي رأينا منهم عزوف على الانتخابات، لأنه أقل من 6% من فئة الشباب ذهبوا إلى صناديق الاقتراع في الرئاسية، وهؤلاء الذين نراهم يتنظمون بكل الأشكال ونراهم نشطون في وسائل التواصل الاجتماعي، بالطبع يعول عليهم الكثير ويرجى منهم أمل الكثير، وأتصور أنه ستأتي أشكال أخرى من النضال ومن أشكال أخرى من التنظم من طرف هؤلاء، يمكن أن تعيد تشكيل المشهد وتشكيل المعارضة بطريقة حديثة وجديدة وديناميكية أخرى، يمكن أن يكون لها أكثر تأثير ربما من النخب التي أصبحت يعني أصبح أتباعها ينفضون من حولها، نظرا لأنها لا تمثل البديل ولا توجد البديل، ونظرا لبعدها على الشعب وعلى الهامش وعلى الفئات الشبابية. على كل بالطبع الأمل يبقى موجود من كل من يعني يمثل نضال اليوم بأي شكل من الأشكال وفي كل دوائر النفوذ التي يملكها كل واحد منا. هذه المجهودات معا حين تتقاطع هي التي تحدث الفارق، ولا يمكن أن يبخس أي واحد منه مجهوده الذي يبذله من أجل إنقاذ الوطن، مهما كان داخل السجن خارج السجن، داخل البلاد خارج البلاد، شبابا كان يعني بكل طاقته وحيويته أو كهل بكل تجربة وبكل يعني ما له من رصيد نضالي قديم،
كل هذه هي ثروة حقيقية من أجل ربما ثورة يوما ما. فبالتالي بالطبع الأمل موجود، وقيس سعيد طال زمانه أو قصر، يعني أتصور أن نهايته ستكون عسيرة. أشكرك دكتورة سهام بادية، الوزيرة السابقة والناشطة السياسية، شكرا لك دكتورة سهام.